بخصوص العطله، يوم الجمعه هو يوم عطله ان شاء الله، بناء على القرار الذي اتخذه السيد رئيس الحكومه، وبناء عليه سوف يتم تعطيل العمل بالادارات وبالجماعات الترابيه يوم الجمعه، سواء كان يوم العيد هو يوم الاربعاء ولا كان يوم الخميس. راه هو واضح جدا، الاداره والجماعات الترابيه سوف يتم تعطيل العمل بها يوم الجمعه، سواء كان يوم الجمعه، سواء كان يوم العيد هو يوم الاربعاء ولا يوم الخميس. فهذا هو القرار الذي اعلن عنه السيد رئيس الحكومه، وبهذه المناسبه اتقدم اليكم جميعا باطيب التهاني بمناسبه هذا العيد.